بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وإن كلمة حق يعني ثبت، وقبل الآية دي حق لمن يرغب في قوله إن وعد الله حق، يعني شيء ثابت، لأن ما دام وعد ما فيش حد يغير ما وعد. طلاقة كبرى لأنه لا إله إلا هو. وكلمة حق بمعنى ثبت ووقع بترد في القرآن في سور شتى من الأساليب. سبق عليه بالقول وقد سبقت كلمتنا يعني حقت. وإذا وقع القول عليه الله يبقى مرة من حق ومرة من إيه سبقت كلمتنا ومرة من وقع. بس كلمة وقع بتدل على أنها هبوط بعنف، هبوط بعنف، ودائما تجد في غير خير إلا في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أليف حذر الموت فقال لهم الله في أي موت ثم أحيا وهي في الآن تعوذ يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهناك برضه من يهاجر فقد فإن يكره الموت فقد وقع أجره على الله، يعني حاجة إيه ثابتة ثابتة بشدة. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كلهم ثبت وحقهم إنهم كانوا خاسرين. مع أن ربنا قد أفلح المؤمنين والمقابل إيه؟ يبقى خسر الكافر. نعم. هناك لما قال إيه؟ إن وعد الله حق. ماذا كان رب الذي قال لي الأيد أف؟ رب قال إيه؟ قال إيه؟ ما هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير ده أسطورة، والأسطورة دي الكلام المتخيل الخرافي اللي ملوش إيه؟ اللي ملوش إيه؟ ملوش أصل. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. هناك ولايات في سورة الجن أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم الجن برضه هيتعذبوا. بس بقى يقول لك هيتعذبوا بإيه؟ طب هم من النار هيدخلوا النار إزاي هم من إيه النار؟ طب ما أنت من طين لو استحميت في البحر تجيب يا حبيبي. ولكل يعني من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الارض هناك والحفاظ ولكل درجات مما عملوا، يعني كل واحد حياته من البداء على قدر درجته ان درجته واحده ان درجته اثنين ان درجته ثلاثه، لان الدرجات دي الى اعلى في مقابلة لنفوذ العلماء دول يسموها درجات يسموها دركات، يعني الدرجات تطلع لإيه؟ يعني والدركات تنزل إيه؟ ولذلك حقيقي هم المنافقين في الإيه؟ الدرك الأسفلي من إيه؟ الدرك الأسفلي من النار. طب دلوقتي بيقول يعني كله يعني من المخطئين والمسيئين ومن المؤمنين ومن الكافرين ومن الطائعين ومن العاصين، وكيف يكون فيها درجات؟ مع أن الحقيقة الكفار الدرجات حقيقة دركات اسمه ايه؟ دركات ازاي بقى؟ اهلت اهلية منتهى التهزيء زي ايه؟ يقول لك متبشرهم بعذاب أليم. طب هو لو ينكر بيه ده التبشير هنا بحاجة سارة يبقى ده اسمه ايه؟ تهزيء. وده يقول لك انك انت العزيز الايه؟ الله هو العزيز دلوقتي ده المهاني ده يقول لك اسمه ايه؟ تهكم. أو بيجيب درجات عشان يجيبهم أكثر يجيبهم لأن الدرجات بالعلم يبقى هم من أولئك الواقفين مين خد درجات منهم؟ الطائع لأن هم كانوا إيه؟ بيستهزأوا بيهم أنا اللي بيستهزأ من الكتاب. وبعدين ولدك أول بعدين يقصها ويتعبون يقول لي مثلا يقصف في المذاكرة وفي المدارس وبعدين النتيجة ظهرت وابوه قاعد يعيد كتير وقاعد يعيد وبعدين ابوه كان راح يشوف النتيجه
عمه ودخل فيه قال له ابشر سقطت يا ولد. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. ليوفيهم اعمالهم كلمه يوفي يعني ياتيها الثامنه غير ناقصه. ويكون وفيت فلان البينه يعني ادتني ايه؟ ادتني كاملا. وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوم يعرض اذكر لما تلاقي ظرف كده يبقى افهم ان في حدث حدث مقدر لان الزمن ملوش لا يمدح ولا يذم. انما يذم الزمن ويمدح بما ايه؟ بالحدث فيه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. يعرض الذين كفروا على النار. طب النار معروفه والذين كفروا معروفين. يعرضوا على النار ازاي يعني؟ طب انت تقول مثلا انا عرضت القماش على المشتري. طب المشتري عاقل وبتعرض عليه عشان يختار بايه؟ طب انت الذين كفروا يعرضون على النار ولا النار اللي تعرض على الذين كفروا؟ الذين كفروا فيهم عقل النار ما لهاش عقل. قال لك لا يا اخويا ده يوم القيامه هيتبين لها عقل قوي. ولذلك هتقول ايه؟ يقال لما انا هل امتلأتي؟ تقول لهم من الذين وتشمت فيهم تشمت في الكافرين هاتهم اكثر. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يخاطبه ما شاء بما شاء مما يفهمه. واوحى ربك الى النحل عمل لها واحد ان اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون اهليا. وقفوا فيها بقى علماء الاكتشافات لما حبوا يعرفوا اعمار الاشياء يقولوا يحرقوا منه حته يرميها كربون. وبعدين ايه؟ يشوف اشعاع الكربون. من اشعاع الكربون ده يعرفوا امر الشيء. من اشعاع الكربون ده بيعرفها ازاي؟ قال لك انا مثلا يجي على شجره السنه دي وبعدين يجي بقى ثاني سنه يقول لي لا الشجره فيها دوره كده حصلت. ما تبص فيها كده لو قعدت سنتين ايه؟ بقت دايره كده. ثلاث سنين يبقى يجي لما يبص لقطاع من الشجره كده يعرف انها بيعملها بقى ايه؟ ثلاث سنين. ولذلك لحاؤها يتشقق لانها في الاول بتبقى بعدين يسعد يقول لحاء الشقه كده الشقه يجي لحاء جديد لان يسعى هي يعني بتخبط على اللحاء. كان من اول لحاء على حاجه بسيطه لما تدخل يقول لما يجي ياخدوا حته منه وبعد ذلك يعملوها كربون ويشوف الاشعاع يبص يلاقي الاشعاع يبدا انها عمرها ثلاث سنين وهم شايفين ايه؟ في ثلاث سنين ايه؟ فدلوقتي الاشعاع بيحكم على اعمال ايه؟ على اعمال الاشياء. ان اولاد الذين كفروا على النار. طيب العرض يكون معروض على عاقل عشان يختار اللي هو عايزه. والنار مش حاجه ايه؟ لا تعالى قوي دليل انها هتخاطب. هل ثلاثه تجلي المزيد. يبقى ايه ده؟ انت لازم تفكر ما تفكرش المساله بقوانينك انت. لا لان الله قوانين مع الاشياء ايه؟ اخرى. والذات لو علمها لاحد من خلقه يفهم. مش انت فهمها سليمان؟ طب النمله قالت ايه؟ النمله قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. لكنها الديدبان ليه احسن يحترقوا سليمان وعندها عداله في المنطق. سليمان مش جاي يحترقوا ده يوم يدرس لكم يجيكم تحت وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا بكم يبقى فيهم عنها هذه ففهمناها ايه؟ ويوم يعرض الذين وزي كل الناس فقد عرضتم الحوض على الناقه. بعدين عرضتم الناقه على الايه؟ الحوض ولا حوض على الناقه؟ طب هو الحوض اللي في دماغي
هي اللي حيارب على الناقة لأن الناقة بصيح بنارب عليها ويوم يرد الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن هذا الكلام في العرض مش حيدة في الدنيا بحيدة بعد ما تكون الساعة، لكن في آية تانية في القرآن بعض الظن كده يقول لك متبارين مع الآية دي ليه؟ بيتكلم عن قول فرعون النار وردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هتتعارض مع مين؟ العمل العرض هنا في الآية في الآخرة، لكن الآية التانية مش العرض في الآخرة، له في الدنيا ولا في الآخرة، في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدوا وعشيا دي لا تقال إلا في الدنيا. لأن الآخرة فيها غدوا، ليه؟ لأن غدوا وعشيا هيبقى بالشمس، والمسألة مفيش نور من الشمس خالص. نعم الآن نستنير في الكون بأسباب مخلوقات لله. خلاص؟ وبناكل لما ندخل ونطبخ ونزرع ويقلع في الآخرة غدوا. انت لا هتفرق ولا هتزرع ولا تبدل الارض غير الارض، لان الارض اللي معموله ارض اسباب تزرع فيها تطلع مش عارف ايه، السماء تنزل مش عارف ايه، دلوقتي في الاخر مش عايزين حاجه دي خالص. اما ايه؟ اما انك واشرقت الارض لا بنور شمس ربها، لا بنور ربها، نور الحق ولا حي يلمع حناكم، مش حناكم لا من طهينا ولا من درعين، ده احنا هناخد بايه؟ بما تشتريه تهوي الله، تشتريه الارض وتفضل ايه قدامك؟ ليه؟ لان ربي يقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. فمش معنى احنا الطب كلوه تقدير جنسك في الدنيا كلوه هنيئا مريئا، في المسائل الاخره يقول ايه؟ هنيئا بس ولا بس مريئا. لان بآفة الطعام في الدنيا في طعام تاكل تستلذ منه كده يقول لك بلوش شمسة ولذيذ عليه توابل وعليه مش عارف ايه بتاعه، لكن لما تاكله تظهر متاعبه تاني القليل ده ومش عارف الكركبه والبتاع. يقال الطعام هنيء لكنه غير مريء ما يمريش، لكن طعام الجنه هنيء ليه؟ لانه ايه؟ منتهي الحق. نعم نعم. ففي قلت الامر هي النار يعرضون عليها ايه؟ غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة ادخلوا بقى، يبقى اللي في الآخرة مش هيعرض ده ايه؟ ده دخول. طب مش كل واحد بين الآيتين ازاي؟ قال لك ان خلانا نسأل يعرف لها معنى، ايه اللي لها معنى؟ ان ربنا عطف على الأولية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشياء. يبقى إذا العرض غير الإدخال. انك ما يدري اللي قبل ما يدخل النار لان الصراط مطلوب على متن جهنم، فهيعرضوا على النار قبل ما يدري. يوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الايه دي بقى بتحل لنا اشكال طويل. ناس يقول لك يا اخي بقى الكفره عايشين في نعمة وعايشين مش عارف ايه، بنختار بين ابن وزيد بين مش عارف ايه بتاع وعايشين والمؤمنين بالله انك قلت لان سنة الله لا لم تجد لسنة الله. اي قال الله للاسباب اخدموا من خدمك ولو كافر. فواحد يقتل الدعاياتهم، واحد ما يقتلها عشان يخدش، فلما يجي اللي خدم عطاء الربوبية واحسن في الاسباب يخدم فهمتهم ويحلم يخبر، بس ما نزلش بالاخره ايه؟ ما نزلش بالاخره. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. مين بقى اللي عمل الاختراعات دي كلها؟ هيروح الله يقول لك ليه؟ الاجير يطلب اجره ممن عمل له. فهل عمل المكان في داره الله؟ لا. امال في بلد ايه؟ الانسانيه والعظمه والتاريخ او الانسانيه بذاتك. وعملت لك تمثال وكتبت عنك الجرائد وكتبت الكتب مش كده؟ وعملوا لك ما ربنا ما ضيعش قوي بس هياخدوا ايه؟ بيقول لك حتيجي في الايه لا تحل الاشكال كله.
الذين كفروا أعمالهم إيه؟ كشراب بقيعة. السراب هو ما يخير الإنسان السائل في الصحراء في ميه، ويؤمن بكل من يقرب إلى إثنين حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ونادى الله عند الله في بيئة يريد إله لم يكن في باله ساعة العمل. طيب هتطلب مننا هذه انت عملت لي بتعمل الدنيا ادتك الدنيا ادتك ايه؟ الدنيا خلاص خد. اذكر طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الارض بغير حق وبما كنتم تفسقون. اولا حتى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعروف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يمير ثلاثة سنة جاهدة فسألوه قالوا يعني كنت الأول يعني أن لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأحسنكم لباسا ولكني أستبقي ولكني استبكي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على اهل الصفه فوجد اهل الصفه لبسوا مخلق وجايبين حته حاجه يعني يوقعوا التبن فلم يجدوا قطعه قماش عشان يحطوها في الواقع فجابوا جند من البنود وقعدوا يقولوا حتى يوقعوا اثواب البيت بالبنود. مر عليهم رسول الله قال أي أيامكم خير أي اليوم أيما يبدا عليكم بزفار من الله عليكم بزفار وتهدون في حلة وتريحون في حلة أخرى وعلى أبوابكم ستائر مثل ستائر الكعبة. أتمكم تعملوا كده ليه؟ بما اسلفتم يعني عشان نقودها في الاخر. فسيدنا عمر قال لو كنت عايز سيدنا عمر بن عبد العزيز كان المفروض يعني بيلبس كويس كتب السليم السياد ياخدوا رشوه عشان الناس من الناس اللي عايزين يغسلوا الثياب في المال الذي غسل فيه ثياب عمر بن عبد العزيز لأن كل معطل وكل حاجة منها. فلما يقول لي الخلافة في بدون التوب يقول لي أنا عايز أخشى من دي قال لي إيه اللي حصل؟ إحنا كنا نجيب لك التوب إيه كنت تقول لي هاتولي أنعم من ده هاتولي أنعم هاتولي أنعم ودلوقتي من ده أخشى. فقال لي الكلمة المشهورة بتاعته قال إن لي نفسا طياقة. طياقة يعني إيه؟ يعني عندها طموح لما تنام حاجة هيقول إيه؟ أعمل إيه؟ تكتب إلى الإمارة فلما يؤتها تكتب الخلافة فلما يؤتها تكتب إلى الجنة. إذا برضه ناس طياقة ولا مش طياقة؟ إلا طياقة. دخل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وخلاب الله وجهه على العلاء بن زياد مريض وعوده فلما وصل اليه قال اشكو اليك اخي عاصم ابن زياد لقد لبس جبته وتقشف وترك الدنيا ومش عارف ايه بتاع فنادى بي وقال اترى ان الله اباح الطيبات ويكرهه هو من يستعملها؟ اتقول ايه هذا الكلام؟ تقول لنفسك وانت عامل كذا في نفسك وعامل كذا. قال له انا نفسك انت. ان الله فرض على ائمه الحق ان يقدموا نفوسهم بضعاف امتهم حتى لا يتمير الفقراء بالفقر. لما يشوف اللي اعلى منه كده انت. ولذلك كان رسول الله اسوه في كل شيء في لباسه في رب في بيته. يعني قالت عائشه رضوان الله عليها تمر الأهلة ثم
ثم تمد الأهلة ثم تمد الأهلة يبقى كم الكلام ويجيب كم شهر دول لا شهرين يبقى هذا الحيلي يبقى هذا غير الإلام يبقى هذا غير البيت يبقى شهرين لا يقيل في بيت محمد النار ولكن من الأنصار كان لهم جيران ولهم منائح يبعثون فيه كلام يقولها قال فما دبرت عن الإمام قال الأسودان الماء والتمر على فأكيد النبي قالك قال عشان يكون أسود الليل أسود بفقراء والله لما يشوف النبي فهذا خلاص ما عادش يتكلم أذبحتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كل ساعة الدنيا دي الواحد ما يسألها بقى ويلعن فيها حيد الله اسم قال عنين بقى بالدنيا بس لازم نعرف ان فيه مقابل وهي العليا نعم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الهون على الهون الجنة كانت بقى عاملين بقى ايه الاستكبار بقى والعظمة والمش عارف دلوقتي بقى ايه اهو الهون اللي احنا بنقول عليه دي مفهوم الحته دي لان الهون بيعمل ايه بيلبس الحته في تجاره كده يروح صحيح ان عذاب الهول هي عذاب الهول بما كنتم بسبب ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق الله هو في استكبار بالحق قال لك اه الكبر على اهل الكبر صدق عامل كبير تخيل اسم الناس وكبر عليه ولذلك الحق لما يصف المؤمن ما يصفوش انه مطبوع في قالب واحد ده هو عزيز ولا هو جليل انما يعمل ايه؟ ولا هو شديد ولا هو رحيم اشداء على الكفار رحماء بينهم مش الشده طبع فيهم ولا الرحمه طبع الموقف يتكيف بتكليف الاسلام اشداء على الكفار رحماء اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ازاي ازاي في انسان عزيز يظل في وقت واحد؟ قال لك المقام مختلف نعم بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله في استكبار وفي فسق قال لك ايه لان في الانسان له قلب وله قالب القالب شورة الجوارح والقلب محل الاسرار والاخلاص فالاستكبار ليس من ايه؟ جحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وعلوا لكن القالب بتاع الاوامر بقى افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى الفسق في ايه؟ شغل القالب والاستكبار شغل القلب بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون في نفس الموضوع لما كان يجي في الحرب يلبس عصابة اسمها العصابة الموت عصابة حمراء كده ويمسك السبعة ويقعد في المعركة يتمخطر بيه يمشي كده يتمخطر ويمسك السيف كده فالنبي بيصله يتمخطر يعني ان تلك مشيته يبغضها الله الا في هذا الموقف لانه عايز يؤمنكم انه ولا ولا هم هم ولا هم في باله وهي وجدت قال رحم الله بوان ادى له من نفسه ايه كله وبما كنتم تفسقون الفسق معناها ماخوذ من فسقة الرتبة البلع بما له اعمار لما يضبط حجمه يبتدي يلين يعني ما يلينش قبل ما ياخد الحجم اللي هو يحبب اي حد ويبدا الاخلاق فاذا انتهى امر الحج يجي النور بقى فاذا انتهى امر النور الاحمر بقى يصفر يجي النور يرطب يرطب يبقى له اشرب وهي ليل بعد ما كان يقرقش كده لما تاكله وبعدين يكون في بيئه جافه يقوم قشر ما يفصلش عن اللحم يلبى التمر على اللحم يبقى تمر
وأجيبه اللي بتبيش الإشرة بتاعته إيه؟ ما الشرف يعني الزلطة كريم. نعم. بقى الفسق هو إيه؟ خروج الرتبات عن قشرتها. ساعة ما تقول بقى لو اكتب الإشرة بتسافر ثم لما يكون الرتبة تخرج عن الإشرة بتاعه يقال فسقت الرتبة. فالفسق هو خروج عن إيه؟ الوعاء الطاعة. واذكر أخا عاد الله اذكر كأن ذلك جاء لتذكير رسول الله من مواقف الركن في مواكب الإيمان. يعني من تشبيده في النصر شوف النصر المسلوك حصل له إيه المسألة ما كانتش يعني مفروشة بالورود تعبد وأتعبه من قوم الذين معادوا لهم ولكن الغلبة والنهاية كانت له اذكر الحكاية حتى تقول ولذلك تتعدد القصص بتعدد الاحداث التي تمر على رسول الله يخص عليك من انباء الرسل ايه ما يثبت به الكذا كل ما يحصل حاجه تلاقي يقول افتكر ليس افتكر ايه افتكر العاد كل بيقول لك ايه يقول لك ده القصص مكرر تقول لا مش مكرر بلقطاته بكل قصته لما تجمعها تطلع القصه مش بنكرر القصه القصه لها هيكل او لها مسلح وبعدين بتكسر في المسلح بحال فهي اساس القصه اللي هي في قصه ويطلع حاجه كده وكده وبعدين يجيب له تاني حاجه كده وكده وبعدين يقول له اذكر يعني في وقت الحادثه اللي تحدث لك اذكر ليه اذكر واحدا من ايه من الرسل الذين سبقوك وقال بزمان قل ما كنت بدعا من الرسل يعني الرسل تعرضوا لاشياء كثيره جدا ما انا مش بدعا الا الرسل وكل واحد تعرض في مهمته على قدر مهمته واذا كنت انا الرسول الخاطئ والرسول من كل زمان والرسول من كل مكان يبقى لازم احداث احدث اكثر ولا اقل يبقى لازم دي العزيمه تاخذ كل هذه الايه كل هذه العزيمه اذكر اخا عادل كلمة أخ معناها إيه؟ الأخ بتطلق إطلاقيا ومرة تجمع الدم ما يؤدي مرة تجمع أخ على إخوان ومرة تجمع أخ على إخوة فساعة ما تجمعه على إخوة يبقى الواد إخوة النسب وجاء إخوة يوسف إنما إخوانا على سرر المتقابلين يبقى مش بتاعة نسب دي ده بتاعت ايه؟ بتاعت منهج وبتاعت ايه؟ وبتاعت قيم. ساعات يقول اذكر اخا عاد طب عد القبيله او الامه اللي دي فيها مين؟ اللي هو مين بقى؟ هود. والى عاد ايه؟ اخاهم هود. كلمه اخ عاملها تحميل به. يعني الذي جاء لكم بمنهج يخالف ما انتم عليه من الضلاله والفساد مش بعيد عنكم. ده اخو لك والاخ معناه اللي مش هيغش اخوه لانه اما نصبك واما ايه واما دين او قيم واذكر اخا عاد هو اخوه فيجب ان تستقبله جدا مش انه عدو لكم لا ده اخوه يبقى لازم تقبله بالايه بالحنان على انه ايه على انه اخ واذكر اخا عاد وعاد دي طبعا من العرب البائدة ومقابلها في جنوب الجزيرة العربية في جنوب الجزيرة العربية وكان يبقى جنوبها اللي يسموها مسقط بنياتي حتى الشعر المكان اللي بتاعه اسمها الأحقاف والأحقاف جنبه كهف والكهف الرمل المستطيل مش مستطيل بس ويعلو وينخفض ومش بس فوق ويروح يمين ويروح شمال الله ايش معنى الحكايه دي؟ الامر الريح لما بيجري لو الرمل كده حتى يجري الريح لما بيجري من ناحيه واحده يبقى انما الريح اللي يجي في اي ناحيه هيسيب الرمل لانه عامل كده وعامل كده وطالع الرمل ولذلك كان يقول ان الحبه الواحده من الاعصار اللي يجي في الاحقاف يكمل القفله وتمر على الغطيرة ولذلك أصاب المشكلة الآن مش باين
والناس تعرف ان كل اثر من الاثار القديمه لازم يحفر عليه. مفيش اثار تيجي على وش الارض يا ولد. لازم يبحث يبحث يبحث. ليه بقى؟ قال لك لان عوامل التعريف ده الواحد منها لو جاب عن بيت مع ان بيت معمول بشبابيك ويمكن معمول لها بتاع ده مطاط مش عارف ايه وبرده بعدها شهر ولا شهرين يمكن يلاقي ايه؟ تراب قد ايه؟ يمكن قد كده. لازم نعرف ان عوامل التعريف تكبر الاشياء اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ اللي بيجي لما اتوصفت واتبلطت وبيخلص انما في الفلاحين تشوفه الحتت اللي مش منشوفه كل ما تيجي تلاقي العتب وحش عتب اللي في الخوره يجي لحد ما يبدوا بقى ليه؟ لان كل حاجه بتفضل زي ما بتنكرش لكن اللي اتوصفت بتنكرش او تنهش او الى اخره. فاذا كلمه الاحقاف الرمال الممتده والمكتبه عالي واللي متعدده عشان تيجي بريح من اي ناحيه من المواحد فتطوير ايه القلب. احنا مثلا في القاهره عندنا اثار اللي اكتشفها في الرمال مش كان المفروض قريب اكتشفنا تتعرف مش كان كله تحت الايه؟ من ايه؟ من حبات عوامل التعريض تطوير ايه؟ يبقى لازم يكون لاسف لازم يبحث عنه تحت الارض. ما فيش اثار كده ايه؟ هنا الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يدينا ما مثل في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسهل في ذلك قسم بذي حج الم ترى كيف فعل ربك بعاد اللي هي قبيل سويد الى بذرات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد ونحن مش عارفين هي ايه دلوقتي وده من ايه؟ مطموعه تحت الايه؟ تحت الرمال والطمره بقى بعيده قوي. ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلى. ليه؟ لان عامل التعريه لما يجي الجبل بيتعرض للحراره يقول لك في شقوق رفيعه كده من حراره وبروده وبعدين ينزل مطر يبقى في منزله. فالجبال ايه؟ تنزل والوديان والوديان تعلى. ولو نظرت بهندسه فرعونيه عشان تحكم المسائل دي تقول تجد الجبل ده وهنا وادي وهنا وادي تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي. الجبال قاعدتها تحت واسعه وقمتها ضيقه الوديان بالعكس تحت ضيقه وفوق واسع. كل ما نريد ان القمم دي ونروح للوديان بيوسع رقعه الخشب بيوسع رقعه الخشب. كان الدمرق عند المدينه الجديده شوف راس البر عملت قد ايه؟ ايه ده غير ايه؟ اهي ده من غير اللي بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه الايران مثلا والدلتا دي كلها ما هي كده. إذا كل ما يجيني حاجة فوق يعني برضه يعلم ويديني خصم ويديني خصم ويديني خصم. ولذلك كل ما زمان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال عرفنا إن الجبال الصم دي هي مخازن أقوات البشر. مخازن أقوات البشر. قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها إيه؟ رواسي من فوقها جبال يعني مش كده وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. لان لو مش الجبال دي يمكن شويه مطر يعمل السطوات ينزل السهل ده كله تبقى الارض حته تاخد خشونتها انت في جمعتين ثلاثه وبعدين تبقى الجبال انما ينزل لك من الجبال على قدر يغطي ويدي لك شويه خصم وبعدين التانيه تبقى ايه؟ بالمكر. يا رجال تهبط الجبال والجبال ايه؟ والجبال فعلا نعم. الله قول يا ابني كده ليه؟ الله واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد
وقد خلت النجر من بين مش هو اول من انظر ده قدام نار ووراه ووراه نار اذ انذرك او الانذار التخويف بشيء لم يات وقته طب فايدته ايه؟ انك اذا انذرت بشيء لم يات وقته بتنبه ان انت بتنذره انه ما يعملش عشان ما يقعش بيه فما يجيش انذار بحاجه وقعت دلوقتي لا ده قدام يبشر بايه؟ بقى البشر بالنجاح مثلا لازم تبشر بالنجاح لمده يستطيع ان يذاكر في عشان يبقى اللي بتنزله لازم تنزله في عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه نعم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بين يديه يعني اللي سبقوه ولا اللي بيقول بعضه انا ادعو بين يدي الله كرم اللي يدرين بي واللي كان اللي ظهرين بي اثنين ان كان اللي ظهرين اللي سبقوني ان كان اللي ظهرين اللي سبقتني ده مختلف يعني الا تعبدوا الا اتفقت عليه الا تعبدوا الا الله كل الديانات جاءت تخدم الحته دي الا تعبدوا الا الله ومعنى العبادة ايه؟ العبادة هي الطاعة في الأوامر والنواهي ولذلك الكلمة بتاعت العبادة هي بتنقض عبادة غير الله اللي بيعمل الشمس يقول لك العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر به فماذا ما الذي أمر به الشمس عشان تعبده؟ ايه ماذا أعدت لمن عبدها؟ وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ مفيش يبقى لا منهج ولا من يطيع به ثواب يبقى عبادة في عبادة يبقى كلمة عبادة دي غلط ما تنفعش خالص أمال هما كان مجانين بين حبيب قال لك طبيعة طبيعة الإنسان غريبة التدين فيه من عالم الذر من آدم طبيعة التدين لكن التدين له مطالب وهو كبح دماء النفس عما تشتريه من شهوات الحياة فهو يريد أن يربي نفسه بأنه متدين ولكن من غير منهج لو يقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي يبقى على حل شعره يبقى كويس إله كويس وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم أبدو دي محتاجة الأخوة لأن ما دام أخي يعني بيت يحب لي في المصلحة وذات من اللي بيتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاءت الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بمعنى عذاب يوم عظيم يعني يمكن في دنياكم لكم أشياء تقول عليها عظمة لكن العظمة في وجودكم المادة في الدنيا عظمتكم مردودة إلى فناء مهما كان اسم الواحد متنعم وعنده كل ما عمله في الدنيا يخبر فيه شيئا إما أن يتوفى يذهب اليوم يسيبه وإما من النعمة تزول منه فاليوم العظيم ده هو أيضا بالشكل ده لا العذاب ينزل ولم تتموت من في المؤمن لا من المتعة تنزل ولا هو يموت ولا هو يموت قالوا أجئتنا بتأفكنا عن آلهتنا أنت جيت عشان تصرفنا عن آلهتنا طب برضو كده آلهتكم يعني ايه؟ يعني معبوداتكم طب أليتلكم غير الجهاز اللي عرفوه مفيش معرفة ليش حاجة يبقى كلام كده كله أجئتنا لتأتكنا والإثم وصرف الحق إلى الباطل أو الصدق إلى الكذب هناك بقى هي المؤتفكة أهلا المؤتفكة يعني اللي بقى سقفها تحت أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو بيعدنا اليوم وعجاب حقيقة يقول لهم ايه ده اللي كنتوا بتستعجلوا منه؟ انت اللي كنتوا بتستعجلوا واللي بيستعجلوا لان انت قالوا ما فيش حاجه منه، لان لو عارف العباد ما يستعجلوش. اللي هو مين ده كله؟ طب فاكرين اللي هو مين ده؟ وعلى كيفكم لا يوليها ملكتها الا هو. نعم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. أجابهم بالجواب الطبيعي، قال إنما بيني عند الله، وأنا ماني وأنا أبتدي القيامة، ده أنا ببلغ الرسالة بس، إنما هو لا هو بوقتها إلا هو، هو اللي يعرف هو إمتى يبدأ يخوفه. قال إنما بيني عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ما تتخيلش الحكاية دي، ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني خلاف ما تكون عندكم جهل، والجهل انك تفهم ان الجهل عدم العلم، لا ده الجهل علم ما يناقض الحق، وذلك يفرق بين الام والجاهل. الام ما عندوش حاجه تجيب مقابل تجيب مباراه الاخرى، انما الجاهل عنده قضيه باطله ولازم ترجع منه القضيه الباطله وطبع عند الايه؟ يبقى اللي بيسعد الام ولا الجاهل؟ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن ايه؟ ولا بيئت ولا حاجه، ده بيئة بيئة كل الوالي في الاشياء دي. ما هو ده الانسان يمشي بالمسأله اللي من فعلها، هو ده البيت، ده انا بيئة بيئة. قالوا اجئتنا ليه؟ لا ده ما يجيش، لما بيئة بيئة ماليش دعوه. زي ما قال ايه؟ كيف تخرج من مكة إلى بيت المقدس في ليلة؟ أنا مش عارف السؤال ده يسأله ازاي؟ هو قال أنا خرجت من مكة إلى بيت المقدس؟ ده قال في ليلة دي. يبقى خد الفعل من الفعل ولا دخل إيه غلط؟ ولا ليه ضربنا مثلا زمان؟ قلت هب أنا واحد قال أنا صعدت إفرست قمة إفرست بابن الربيع. هل يقول القائل كيف صعد بيوت الربيع كلمة افرست؟ يقول انت صعد ابني، يقول صعدت لابني. يبقى الكلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ ربنا قال الاسرى هو. وما دام اسرى هو تبقى المسألة مش من محمد بن اسمع ده اسرية دي هي، يبقى ملوش دعوة. من يعني مصاحب في الاسراء. نعم. يبقى كلمة قالوا اجئتنا من الكذابين، هو ما جاش. لما جيء به بالرسالة لتأفكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا. تقولون برضه تثبيت آلهة غلط، لأن الآلهة يعني إيه؟ معبودات، والمعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي. فأعطوني أوامر الآلهة بتاعتكم دي المواهب، وأعطوني الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها. ما فيش كلام من ده. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ إن كنت من الصادقين. يعني الأمور الآخر. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به. اهي معنى ابلغكم لا على رسول الا ربنا. كان النبي يحب يقوله وبعدين يجعل اي من الهدي. يقول فلعلك باخ نفسك ايه؟ ولا اسى به الا لم يقول بهذا الحديث اسف. انت مالك بتحمل نفسك ما لم يحملك به. والى لقاء اخر.